بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن حال. اليوم جبت لكم موضوع خاص بالطاجين تاع الطين، خاص بالاواني تاع الطين، كامل المعان تاع الطين. فوالا، بالنسبه للمبتدئات ما يعرفوش يستعملوا المعان تاع الطين. انا عندي هنا هذا الطاجين تاع الطين، جبت لكم خصوصا للمبتدئات. كي تشري المعان تاع الطين، طاجين ولا قدره ولا اي حاجه، كي تشري المعان تاع الطين قبل تدهنيهم بالحليب، قبل تشربيهم بالحليب، تحطي فيهم الحليب، تحطي فيهم الحليب كامل من الداخل ومن برا، وتخليهم ليله كامله. وإلا ما عندكش الحليب، كانوا بكري يديروا الحليب. انا شفت يما بكري كانت تدير الحليب المعان تاع الطين، كي تجبدهم قبل ما تستعملهم، قبل ما تخدم فيهم، تدلهم الحليب، تخليهم يدلهم الحليب وتخليهم يباتوا في الحليب باش ترجع تستعملها. فوالا، بالنسبه لي ما عندهمش الحليب، شوفي واش ديري. طاجين كي تشري طاجين كيما هكذا، تشري طاجين كيما هكذا تاع الطين، روحي بيتيه في الماء، بيتيه في الماء هكا بالبلع تاعو، البلع تاني، ما تقولش البلع بعيد عنا. كي تشري طاجين كيما هكا تاع الطين ولا قدره ولا اي حاجه تاع الطين، بيتيها في الماء، بيتيها في الماء. ومن بعد الصباح كي تنحيهم من الماء، خرجيهم من الماء ونشفيهم، نشفيهم. بعد كي تنشفيهم دهنيهم بالزيت، دهنيه بالزيت، كي تنشفيه كي تخرجيه من الاخر دهنيهم بالزيت. ومن بعد كي تدهنيهم بالزيت خليهم شويه ينشفوا يشربوا هذاك الزيت تاعهم. ومن بعد سخني الكوشه تاعك مليح، سخني الكوشه، سخنيها مليح. ومن بعد طفيها، طفيها وحطي فيها هذوك المواعين تاعك تاع الطين، طاجين ولا قدره. بالنسبه طاجين ولا قدره، كي تكون عندك طاجين ولا قدره، فوالا كيما الطاجين ولا القدره، تطليهم قبل بالزيت، تدهنيهم قبل بالزيت من الداخل ومن برا، من الداخل ومن برا، ماشي غير من الداخل برك، من الداخل ومن برا، تدهنيهم كامل بالزيت. بعد كي يشربوا هذاك الزيت تاعهم، تسخني الفور مليح وتحطيهم في وتحطيهم في الفور، تحطيهم في الفور وتخليهم الفور يكون سخون مليح، تخليهم هكذاك مده نص ساعه ولا في الفور يكون سخون. ومن بعد تجبديهم وطيبي بهم، استعمليهم نورمال. ديريكت كي تجي كي تشري وتروحي طيبي فيه ديريكت، وما ديرش هذه الخطوه، الطاجين تاعك ماشي حيطول عندك، الطاجين راح يتشقق لك، ومن بعد مع الوقت يتكسر لك، يتكسر لك وما يبقى لكش، الطاجين تاعك راح يفسد لك. فوالا، هذاك اللي لازم لك قبل تدهنيه بالزيت، بيتيه في الماء، طاجين كي تشي طاجين هكذا بيتيه في الماء. ومن بعد الصباح نحيه نشفيه، ومن بعد يرجع تدهنيهم بالزيت، ومن بعديها خليهم شويه يشربوا هذاك الزيت. ومن بعد سخني الفور تاعك مليح، ولا تسخني الفور تاعك مليح ولا الكوشه تاعك، سخنيهم مليح. ومن بعد طفيها، ومن بعد حطيهم فيها، خليهم حتى يشربوا هذاك الزيت باش ما يتحرقولكش. ومن بعد حطيهم، كي تحطيهم في الكوشه لازم الكوشه تكون طافيه، ما تكونش شعله، برك تحطي فوق شويه شعله هكذا، راح يشدولك وما يتشقولكش. روحي طيبي فيهم ويشدولك دائما وما يتشقولكش. فوالا، واللي شريت حاجه بصحتها، فوالا هكذا. هذا هو الموضوع تاع اليوم، جبت لكم خصوصي مع دوكا. كيما نعرفوا راه جاي رمضان والناس كامل تحب تشري هذا المعان تاع الطين، هذاك اللي جبت لكم خصوصي المبتدئات، هكذا باش الطواجن تاعكم كي تشروهم يشدوكم وما يتشقوكمش وما يتكسروكمش. فوالا، هذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم. مع السلامه.